عبر الهاتف ينضم الينا الدكتور احمد شاهين، استاذ الفيروسات بكليه الطب جامعه الزقازيق. دكتور احمد، اهلا وسهلا بحضرتك. قراءه حضرتك للمنحنى الذي نسير فيه، هل يبدو متماثلا او متشابها على الاقل وفق المنحنيات التي مرت بها دول اتاها الفيروس؟ الحقيقه طبعا احنا بنمر بمرحله من اشد الكوارث ايلاما للانسان والانسانيه، ارقام مفزعه نستبق الاخبار ولا نلاحقها. المنحنى طبعا احنا بنقول للناس المواطن منحنى خطر جدا، وده يمكن احنا بنقول يمكن وصلنا 20,000 دلوقتي، هذه الارقام مخيفه ومهجله، وده كله يمكن بنقول انعكاس احنا تاثرنا في التباعد الاجتماعي ورد فعل واضح جدا بعدم التزامنا بالاحتياطات الوقائية والضوابط الاحترازية وكل القواعد. كل هذا طبعا، والمشكلة كلها مرتبطة كلها بسلوكيات الفرد، يعني ده الفرد الإنسان مننا ما يغير حتى من سلوكياته. احنا بنقول التباعد الاجتماعي هو طوق النجاة في هذه الأيام، القناع هو حجر الزاوية اللي احنا طبعا ليه تقييد من طبعا زي ما انتم شايفين أرقام يعني مخيفة جدا بنشوفها كل يوم. غسل اليدين اوعى تنساه، مهم هام جدا جدا عشان منع العدوى. التجمعات في طيب معلش دكتور احمد، يعني نقطه نقطه، وحضرتك يعني من اهل التخصص ولا ينبئك مثل خبير كما يقول القران. مساله علاقه الكحول او المطهرات او غسل اليدين بالماء والصابون، ما العلاقه المباشره بينها وبين الفيروسات بشكل عام وبين فيروس كورونا المستجد كوفيد-19؟ لان حضرتك تدرك ان حجم الجدل يبدو كبير للغايه، وكثيرون قد يعني يهرفون بما لا يعرفون في هذا المجال. اولا غسل اليدين هو الاساس عندنا، الماء والصابون، وده سهل جدا وبسيط جدا واهم شيء جدا عندنا وسهل وميسر 24 مرات. طبعا غسل اليدين يعني تباعا في البيت، وحتى لو خرجت برضه ورجعت تاني، المهم يعني كل ساعتين او 3 ساعات غسل اليدين مهم جدا. هو الوسيله احنا العلماء قالوا في احنا لا نملك سلاحا، لا نملك قناع، لا نملك مصلا ولا لقاحا ولا مصلا، ولكن نملك سلاحا واحدا هو غسل اليدين. فالعلماء كلهم اجمعوا ان غسل اليدين يعتبر من اهم واخطر الوسائل الوقائيه لهذا المرض. ثانيا بقى في ناس بيقولوا نفس اللي ما يبصبون او الكحول. احنا بنقول الكحول كويس وكل حاجه، ولكن طبعا تكاليفه وغيره وغيره ومضاعفاته، شقاقات في الجلد والتهابات في الجلد وحساسيه وغيره وغيره، ولكن الامثل الميه والصابون، لكنه على الاقل ضروره في حال عدم توافر الماء والصابون في مكان بالضبط. يعني لو مثلا كنا في مشوار مثلا وكده، هون ممكن لا مانع من استخدام الميه والصابون. طيب العلاقه المباشره بين ارتداء الكمامات او ارتداء الماسك الجراحي في ابسط صوره مع سبل الوقايه من فيروس كورونا، ما العلاقه المباشره بين ارتداء الكمامه بحكم انها ستكون الزاميه على كل المواطنين المتعاملين مع الاماكن العامه والاماكن الحكوميه والخاصه والبنوك وما الى ذلك، ما هي العلاقه المباشره بين ارتداء الكمامه وبين الوقايه؟ الكمامه يعتبر دلوقتي يعني هي حجر الزاويه، او هي يعني الشيء المهم جدا زي غسل اليدين بالظبط، ان هي عشان تمنع عنك وصول الرذاذ المتطاير من المريض او عدوى المريض اليك، وفي نفس الوقت لو انت عندك حاجه مش هتعدي غيرك. فاذا الكمامه يعتبر عنصر هام جدا، لحد الدول الاوروبيه بتوقع العقوبات على من لا يرتدي الكمامه في اي مكان من الاماكن. فطبعا الكمامه يعتبر في الوقت الحالي هي وغسل اليدين يعتبرهم طوق الحياه، طوق النجاه في هذا الامر. دكتور احمد، فيروس كورونا المستجد حتى هذه اللحظه محير للغايه حجم ما قيل بشانه من خصائص وسمات ومميزات، ثم جرى نفيها، ثم جرى ربما العوده الى السيره الاولى وفق ما قيل في بادئ الامر، تجعلنا بعد كل هذه الفتره نسال حضرتك كاستاذ فيروسات، ما هي السمات المميزه لهذا الفيروس اليقينيه حتى هذه اللحظه؟ الفيروس لا زال محيرا ومخيفا ومجدا في حظ الارواح. ما علينا الا الوقايه، والوقايه احنا بنقول خير من العلاج، لان احنا زي ما احنا شايفين المستشفيات امتلأت، والحكومه فتحت مستشفيات جديده 320 مستشفى عن انحاء الجمهوريه، وبدات الحالات المتوسطه توديها مثلا في نزل الشباب في المدن الجامعيه وما الى غير ذلك.
ليه احنا نودي نفسنا؟ انت بايدك انت المرض، المرض مش بيجي لك انت اللي بتجيبه، تلوث الايدين، عدم التزامك، الاماكن المزدحمه، الاماكن اللي هي كذا كذا، المهم ان احنا انت اللي بتجيب المرض نفسك. غسل اليدين مهم جدا، سهل، وبعدين الكمامه امرها سهل. التباعد الاجتماعي يعتبر حاليا دلوقتي من يعني سبب المشكله وتفاقم الارقام المخيفه اللي احنا شفناها دلوقتي، اللي هو طبعا اللي احنا نسينا التباعد الاجتماعي واستسهلنا الموضوع والزيارات وما الى غير ذلك، مما ادى الى وقوعنا في مشكله كبيره جدا لا يعلمها الا الله. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور احمد شاهين، استاذ الفيروسات بكليه الطب جامعه الزقازيق، منضما الينا عبر الهاتف.